ومعانا طبعا على التليفون دكتور مجدي ابو فريخه رئيس الاتحاد المصري لكره السله. مساء الفل يا فندم. عايزه اعرف من حضرتك انطباع الضيوف النهارده عن الماتش، عن القرعه النهارده. اولا يعني ابهار، كلمه ابهار دي شويه للي حصل لهم. المنظر كان بديع، الاهرامات، المكان، التنظيم، حضور معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي برضه رسم القرعه. ده رونق، وده ان اهميه الحكومه المصريه، اهميه الحدث عند الحكومه المصريه، دي كلها حاجات. دكتور مجدي انا عارفه ان حضرتك يعني شفت حظوظ كده ازاي. كنت اتمنى ان هو يقابل البرازيلي. طبعا امريكا، فريق امريكي ده طبعا صعب قوي، مش يعني صعب. كلنا ثقه في نادي الزمالك ان شاء الله ان هو يقدم كره السله المصريه في الشكل الثاني خالص في البطوله دي يا رب ان شاء الله. نفسهم يعني، يمكن كان حاضر انس اسامه النهارده معانا، شفناه طبعا، دافع جامد جدا طبعا. هو وكلم كلام جميل جدا ان هو يعني ان هم جاهزين وان شاء الله هيشرفوا السله المصريه وان شاء الله هيعملوا حاجه كويسه جدا. طب ويعني كل الامنيات الطيبه لنادي الزمالك ان شاء الله ممثل مصر في البطوله دي ان هو يحصل عليها باذن الله تعالى، يا رب حاجه مشرفه زي بطوله افريقيا السنه اللي فاتت كده ان شاء الله باذن الله. طبعا دكتور مجدي عايزاك برضو تطمني، انا مش عايز اخدك من الماتش كتير، بس عايزاك تطمني عن الدخول او الحضور الجماهيري هيكون ازاي؟ لا هو انا استسمحك ده يعني احنا هنعلن عنه قريب جدا، لسه تمام مفيش مشكله. معالي الوزير الدكتور اشرف النهارده بنتكلم فيه في اجراءات مع الجهات الامنيه ووزاره الصحه وكده عشان الاحتياطات وعشان التامين وكده. فلسه احنا عشان ما اقولش حاجه ان انا مش فيدي، انا اتمنى الصاله تبقى مليانه على خير طبعا. لو قدرنا نعمل كده هيبقى حاجه مبهره برضه ثانيه طبعا، وهيبقى دافع لنادي الزمالك وتشجيع لنادي الزمالك. طيب هو الكلام يا دكتور، معلش انا مش قصدي اعرف حاجه زياده يعني، بس هو الكلام على انه يبقى اصلا في حضور جماهيري ولا لا، ولا عن العدد اللي هيدخل؟ لا ان شاء الله يبقى فيه، بس العدد لسه. العدد يعني تمام خلاص حلو مفيش مشكله ان تمام شاء الله باذن الله. تمام على خير يا رب على خير. النتيجه كام بقى عندك الماتش؟ لسه 0-0 بس ان شاء الله هنكسب يا رب ان شاء الله. يا رب حاجة. يا رب جديده ان شاء الله يا رب جديدة. وكل حاجة جميلة في مصر دلوقتي والله الحمد لله. طبعا طبعا، وأحد الحاجات الجميلة والعظيمة للاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة حضرتك. بشكرك يا دكتور على وجودك معانا، ودايما من إنجازات لإنجازات إن شاء الله. أشكرك وأشكرك، كل التوفيق لمنتخبنا النهاردة إن شاء الله تكون ليلة بيضة سعيدة على كل المصريين النهاردة، وفوز منتخبنا الوطني لكرة القدم بالمباراة بإذن الله.